أكناوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة نو كومنتري جيمنج. إذا حابب تنضم للجيش كومنتري ما عليك غير تعطينا أحلى لايك وتشترك في القناة، وما تنسى تشغل جرس الإشعارات ليوصلك كل جديد، وتعمل لنا شير للمقطع ليوصل أكبر عدد من الناس، وياريت تعطينا رأيك في حلقة في قسم التعليقات في الأسفل. وإذا حابب تتواصل معي أو تبعث اقتراحات للقناة ما علي غير تنضم لقناة هاشتاج جيش الكومنتري على الديسكورد، والرابط بتلاقوه بالديسكريبشن. ويلا نبلش. هلا فيكم يا شباب، شخباركم شو عاملين؟ رجعنا الحلقة 39 من سلسلة ريد ديد ريدمشن 2. طبعا يا شباب الحلقة الماضية كتير حلوة، واللي ما حضرها يروح يحضرها لان الصراحة ما بتتفوت برضو عشان يفهم شو بصير معنا في هذه السلسلة. اوكي يا شباب، الحلقة الماضية عملنا عدة مهمات، من ابرزها انه ساعدنا الهنود الحمر انه يسترجعوا احصنتهم، طبعا ان شاء الله راح تكون لقدام في مهمة انه نروح نهجم على المعسكر الخاص بالجيش اللي هجم وسرق الاحصنة من هنود الحمر. وطبعا حلقة اليوم راح نعمل المهمة تبعت تفجير الجسر اللي امرنا فيها داتش عشان نعمل تشتيت للجيش وللشرطة البنكرتون عشان نهرب من المنطقة. فأنا تم اشتراك في القناة تمر الشيء المقطع لنوصل جيش الكومنتري 3100 مشترك. ويلا نبلش. جون مارستون، where are you؟ هلو، هاي جون مارستون. هلو آرثر، how you doing؟ nervous but I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail and feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels, I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint-Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? Yeah. You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. But what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah. Come on. Help me with the rest of this. Well, it looks like we finally found our calling in life. Hey, hey. Yalla, ادفع. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath. أسرع. Already set up the detonator. Okay. So, let's get this over with. You hear about Dutch and Cornwall? Then I'd yeah. This is what I'm talking about. Yalla. More enemies, more chaos. I mean, we're about to blow up a bridge for Christ's sake. ولا كدفة. Okay. مرات بتعلم، ما بعرف ليه. حلو. يا easy peasy. يا ريت بقدر ألف بس أطلع على المنظر ده، شو حلو. طبعا شو اسمه ارثر بيحرض شو اسمه جون انه يطلع ويترك المنطقه ويترك القبيله حتى. طيب هات ناخذ الصندوق الديناميت. طيب هات ناخذ الديناميت ونفجر الجسر. الله، طلع المنظر. اوكي ننزل تحت. ياي، منظر مخوف والله. مالك جيتك؟ زدته من هون يعني؟ ده زدته من هون. الله على وجهك. ننزل شوي شوي.
مرة يمين مرة شمال، مرة يمين مرة شمال. يا عم انا محترف في هالشي الامور. طيب الثاني احمل. سبحان الله الجلتشات، دخلنا جوا الصندوق احنا. والله هون بدي اطلع طلع، يا الله بدي صورة هون. دقيقة متخلف هلا بجيلك. الله عليكم يا ركستار. يلا احمل بس خلي بالك من وجهك. يلا مرة يمين مرة شمال، مرة يمين غلقته فيها، مرة يمين مرة شمال. يا خلصنا. طيب بدنا نعلق الديناميت. اوكي bridge is wired to the detonator. Need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. I sure hope this is enough to blow it. These are mine in charge. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. ولك وين رايح؟ حطها هون على هاي. نحط يا حلوين على كل منطقة من هدول الحبال. شايفتين شايفتين شايفين جون علق من قبل يعني الحبال، فاحنا بس مجرد نعلقهم على الخشب وان شاء الله نفجر الطريق. بتوقع رح يمرق جسر. مالي اليوم بحكيش عربي انا. بتوقع رح يمرق قطار من هون ويوقع، ما بعرف. خلينا نشوف. Let's see. Okay. I should go get the handcart ready. You okay to finish off down here? Yeah, yeah. Go on, I can handle the rest. I'll see you up there. It's better work. Okay. دير بالك فجرها وانا قاعد هون. عليك هلعنة لو فعلت ذلك. يلا اخر واحدة بتوقع هاي. اركض. يا عم والله بركض يعني. بعدين انا مريض. I am sick. اوعى تفجر. خلصت. نو. هذا القطار. يلا 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 اطلع. هذا القطار. هوي اكلنا هوا على الهند كتر. يلا 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 اكلنا هوا اكلنا هوا. والله بالعمد عشان نشوف شو بيصير. يلا يلا اسرع اسرع. كمان حتة كمان حتة كمان حتة كمان حتتين اربع حتات. نو نط. يا الله problem. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. يلا. هيا نفجره. أنا بدي أفجر. Please, please. I think the line held. يلا. Sure. أكيد أنا خلص بدي أفجر. يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. قلنا ثلاثة. لسه انا بدي افجر. يا الله. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John.
When the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Will you tell her she better make sure? And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. يا الله خطير الكلام. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Oh my God. شكله مش قادر يقوم. يا الله. نو اخذناها برون ولا شيء. هذا فضة فضة. اهون بلا. No problem. طبعا يا حلوين شفتوا الكلام خطير انه بطلوا لهم يعني قلقانين في الولاء او بالاحرى ارثا اكثر من جون يعني قاعد شتمه بالنص مش عارف هيك ولا هيك لانه صراحه خطط داش غريبه صايره ومايكا صار يتدخل كثير وحاسه هو الخائن. اوكي يا شباب رح انهي حلقه اليوم هون بعتذر منكم لاني ماشي بس على نظام انه كل يوم مهمتين وللاسف كان المفروض اليوم مهمتين بس لان قرار في الحلقه الماضيه انه ما ساعدش الهنود الحمر فكانت هي المهمه بس حاولت انه اعيدها ونقدر نلعبها اليوم بس ما زبط لانه صرت ماخذ القرار وحتى عملت المهمه عملت سيف ما زبط نهائيا فالمفروض كل يوم يعني مهمتين بس ما زبطت هذيك المهمه فعملنا بس يعني مهمه الجسر. ان شاء الله رح نستمر لقدام نرجع مهمتين اصلا مش ضايل اظن اربع حلقات ونختم اللعبة وهيك بنكون وصلنا لحلقة اليوم. ياريت اهم مقطع تعطينا احلى لايك اذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطي رايك فيها تمشي المقطع لنوصل جيش الكومنتاري ل 3100 مشترك ونشوفكم في الحلقة القادمة والسلام علينا وعليكم. باي باي.